لقد كان الأمر كأول شروق شمس في حياتي. مرحبا بك، لابد أنك الحاكم الجديد. أنا اللورد ويندهام، صوت المملكة، ومن واجبك أن تفعل ما أقول حتى تنتهي ولايتك على الأقل. لا تنزعج، أنا متأكد من أنك سوف تستمر لفترة طويلة. ربي أعلم أنني لا أريد القيام بذلك بنفسي. لنبدأ بزراعة السكر. حاليا نحن راح نكتفي بهذا القدر لأنه مصاري ما عندنا كثير. والله عندي مصاري، ليش ما عندي مصاري؟ فخليني أبني، أحاول أبني لهم مثل مكتبة، مثل أوسع البناء. شفتوا شلون؟ راح نشوف هاي الشغلات الموجودة عندي بالمستقبل، راح تنفتح معي كليتها بالفيديوهات الجاية، راح تشوفوها انتو. راح اشوف انا اكبس على هذا. هل تريد فتح المخطط مقابل الرقم الفلاني؟ لا ما بدي افتحه. طب هذول ايش؟ ليش؟ بناهم في عصر الحرب. ايوه لسه ما وصلنا محل الحرب. هون ذكرى الفضاء ما بدنا اياها. تبنينا مثل اسطرحة بيستفيدوا منها، هي تلزمنا بالمدينة الاساسية. هلا بنروح للمدينة الاساسية، بس خلينا نسوي له تعمير أولوية اللي بيشتغلوا عليه أكثر، التشييد لأنه مهم جدا. تمام. الفساد منتشر للغاية أيها الحاكم، حتى أننا يتعين علينا دفع رشوة لمعرفة مقدار المبلغ الذي يجب دفعه للرشوة. شوفوا شو أنا بيعطيني هون. اجتني هاي الثورية مثل ما حسمته الحاكي حكتهم، هاي ايش طلبت مني؟ تطلب مني 1000 ذرة تحصل على مزرعة الدرة، يعني بدها مزرعة الدرة لها خاصة لها. بدي اقبل خلال 169 يوم اللي هن منحيني اياها المدة. بالمقابل انا ايش راح استفيد؟ او راح اعطيني 3 خيارات، استفيد ثوار او احصل على مخطط عشوائي من المخططات يلي موجودة اللي كتبونا قبل شوي، انا وحظي شوي يطلع الله اعلم، او اخذ 2000 دولار. فانا بانه خطتي الاساسية هي مو انا اجمع مصاري، اني اعمل استقلال حتى اسيطر على الارض كلياتها وبعدين اعمل اللي بدي انا فيه. رح اخذ الثوار. طبعا اذا انا جهلت رح اخسر 5 ثوار اللي هن حيكونوا بصفي، يعني هن عندك يمكن 50 70 سائر. هلا بنشوف شقد. المهم رح نقلق قبول. وانا ليش قبلت؟ لانه في هون انا مجهز لها اساسا ارض، هنا نعملها اولويه حتى اعطيها اياها. هلا ونون خلينا نزيد سرعه البناء عشان هذا بيعطيني. هذا بدنا نحصل له سكر. هلا هذا مو سكر، عم يزرع. تمام سكر. هذا بدنا نزرع له درام. طيب هلا خلينا نحط مكان ثاني يبلش مثل مزرعة جديدة. خلينا نبلش من هون، لأن المزارع مهمة جدا، يعني الأكل هي أهم إشي بكل لعبات بناء المدن. هذول حيكونوا من املاكي الي، هذول الي، هذول الارباح رح تيجي رح تنضاف لماليتي. اما هذول اللي مثل هاي زرعه السكر وهي الزره حتكون لصالحهم الهم مو لي. ايش هي معطينا عليها اولويه؟ لا يا الله دي خلي اولويه ما في مشكله، لانه بس اعطيت واحد اولويه اعطى للكل اولويه. تمام خلينا نسرع الوقت اكثر ونشوف ايش فيه. وانا هون نسيت في مدينه لازم يورجوني اياها. هون استغلال انساني. طبعا هي شو عشان نستفيد منها احسن ما تروح معنا هيك. اي ميجوز هند خطب. ولاد نحن هون طاحونا. مدبغ ما له شغل. مدبغ رح نبنيها هلا شوي تاني، بس استنى شوي بدي اشوف ايش الثروات الموجودة هون. المشكلة ما يبين لي ايش الثروات. والله شكله هاي شجر، انا غير نحط هاي نستفيد منها هيك. تمام هي هيك، يعني شكلها راحت نصها. خلينا نسوي لهم طريق. وراح احط خانة وراح احط بيت، بس ما راح اشتغل هذا الاشي لهلق لانه يفيدني مدي مستقبلا. خلينا نسرع عملية البناء، معنا 8 اعوام.
فخلال المدة هنا احنا لازم نحاول انه نأسس ونبني المدينة بشكل جدا كبير. طبعا انا بلشت ابني منجب ذهب لإلي، بلشت ابني شغلات إلي مو لحدة تاني. ما رح اكتر عليكم بهذا الفيديو، ما بدي يصير كتير طويل. لو ممكن انا استورد موارد اذا بدي استورد، يعني هي اصدر ولا استورد؟ هي اصدر، هي اصدر. خلينا نصدر هاي لان علي زيادة 20%. توقع العقد، نعم تمام. اتوقع هيك صرنا بوضع ممتاز، يعني وقعنا عقد. طبعا اذا بدي اشتري، طبعا اذا بدي اشتري رخصة ادارية ورخصة تجارة تانية حتى اقدر اسوي تجارة تانية، تجارة تانية بدي اشتريها هي مع المملكة طبعا التجارة بتكون. طبعا هلا نسألنا شد عنا عدد الثوار، شد عنا ناس مؤيدين او معارضين، لان خلينا ندور عليها وارجيكم اياها وينها كانت. شوف هون الاوامر المطلوبة مني، ما هي الاوامر؟ مدة ولايتك كحاكم لتروب المحدودة، هاي هو شيء. اكمال متطلبات الملكة لتمديد ولايتك، لازم انت تضل تعمل لهم هذول الطلبات اللي يطلبوها مني حتى يمددوا لي الولاية. ارسال قناصر الى الغارات للحصول على سلع او اشخاص اضافيين، يعني انا لازم احاول اكبر القاعدة تبعيتي. الثالث الجديد، قم بسرقة عجائب الدنيا، يعني خطط لسرقة عجائب الدنيا. هنا راح يكون في جامع ايا صوفيا، وهذا الشيء راح تشوفهم بالمستقبل. الدنيا الفريدة ومن نوعها ما لها تأثير خاص. طرق تجارة مكتملة لتحقيق ايرادات اضافية ومكاسب دبلوماسية، يعني ندخل تجارة كاملة مكتملة، يعني خط انتاج كامل من لما نزرع لحتى نطلع المنتج النهائي، لأن بس بنينا هذا الاشي، هذا الخط الانتاج الكامل، راح يكون عنا ايرادات جدا كبيرة تجينا. احكم من خلال البحث في المراسيم وخلال البناء الانتاجي. طبعا انا هلا اورجيكم كمان عنا نقدر نحن نصدر مراسيم تساعدنا هذا الاشي انه نكسب الناس اكثر ونكسب الود الحكام. المهم في راح تكون في عنا شيوعية وكثير شغلات تفاصيل كثير مهم، فوارق جدا كبيرة. هذا كله انا بالمهمات التعليميه علموني كل هالاشياء هي. توسيع الجزر النائيه باستخدام ارصفه التخزين والمهابط، يعني شايفين شلون في عندنا نحن جزر نائيه، لازم نحن نحط عليها ارصفه تخزين، خزانات ومهابط. المهابط اللي تونا شفناهم هن انه نربطهم كلهم مثل شبه ميناء مصغر، هذا المهبط لازم نكثرهم. واستخدام الصحف لنشر الدعايه والتاثير في الناس، فلذلك انا لازم ابني مبنى للصحافه ومبنى مكتبه، هذول مبنيين مهمين جدا. هاي بالنسبة مشان انا خطة الاستعمار تبعي. هذا بينيكو، هذا فوق ايش بده اللي هو الغالي، وتذكر بالوزارة في مدينة الوطن انا امنيت مساعدة الامين اكبر معجبيك خاصة انتصارتك، ولكن لا تخاف انه يكتب، لن يكتب شيء ولا ينسان، اللي هو راح يكون مساعدي بهذه المهمة. هي المهمة يقوم بقيادة تريبو الى المجد والازدهار، اللي هو يكون هو الحاكم، فانا لازم اساعده لانه يصير المجد والازدهار، وبنفس التطور مع تآمر مع الثوار لايجاد طريقة سرية لاعلان الاستقلال عن المملكة. أنا وياه لازم نلقى طريقة نستقل عن المملكة اللي هي هاي. الآن يجب أن تعرف من أنا، اللورد روجر ويندهام، اليد اليمنى للتاج. على الأقل كنت حتى، حسنا هذا ليس شأنك. أنا هنا لضبط الأنواع الكسولة من جزيرة تروبيكو في شكل الإمبراطورية. ستجدوني حازما ولكن غير عادل، وهو ما ينبغي أن يكون. لذلك لا أريد أن أسمع أي أنين. الآن أين نعالي؟ يعني هذا أوجه لكم إياه بشكل، يعني بأنه نحن عم نحكي عن الإمبراطورية، والإمبراطورية ما فيها أكثر شيء مشهورة إلا الإمبراطورية البريطانية، ومن الشعار مبين. هذا يمثل المبعوث السامي للجزيرة، وأنا الحاكم المبتعث أو الموضوع عبر المبعوث السامي، اللي أنا من ابن البلد محطوط بأمر من المبعوث السامي للمملكة. تمام، هي اذا كنتوا تفهموا بالتاريخ التواصل. صوفيا اورتيغا، وهذا كفاحي، شعبي مظلوم، لا يمكننا الاستفادة من جهودنا لأن الرجال الأثرياء يأخذون دائما ما نصنعه لأنفسهم، لكنني لن أستريح حتى يتحرر شعبي، باستثناء النوم وعطلات نهاية الأسبوع وربما استراحات الشاي، لن أرتاح بحق حتى يحرر شعبي. شوفوا هاي الشخصية اللي عطتنا كتير شغلات إيجابية لها وكتير شغلات سلبية فيها، إنه هي رح تشتغل هي لشعبها، اللي هي الشعب الناس اللي رح تبني للمملكة، رح تطور المملكة، رح تبني الفكر الأساسي للمملكة، اللي هي رح تساعدني تكون بقيادة الشعب. وبنفس الوقت وضحت لي الشعب إيش هي أهميته، أهم شيء عنده النوم
وعطلة نهاية الأسبوع والاستمتاع، وأهم شيء شرب الشاي، ربما استراحة الشاي. يعني استراحة الشاي عندنا جدا مقدسة مع العطلة ومع النوم، هالثلاث أشياء لازم نركز عليهم، نحن لازم نعطيها هون حتى نكسب أكبر قدر ممكن. إنهم يحبون المباني والأدوات الحكومية التي تعمل على تثقيف ودعم الناس، وتقدر المباني العسكرية لأجل أن تقاتل من أجل المثالة العليا والدفاع عنها. إنه يمكرون أي شيء يسهم في زيادة الثروة وهيمنة المملكة مع قمع عام الناس، عامة الناس. رح نفهم أي التفاصيل، رح نحكي عنها تاني بالمستقبل، رح نحكي عنها كلياتها. هون إيش بدون مهمات طالبين مني، رح في شيء أيوة هون ناس. هون في عنا إيش عنا السعادة الكلية والسعادة القصوى. لا شوفي عندي مكانة الفصيلة عنا المملكة، عنا هلا حاليا نحن عنا 35 شخص، هي طبعا 9 وينها راحت، هي 59 شخص، وعنا 50 شخص للثوار، تمام 35 شخص. يعني هلا نحن عنا تقريبا 35 السعادة بيناتهم متوسطة. عندك عدد الثوار اللي هن معتدل الثورة 13، قوي ثوري 17، متعصب ثوري 5. مكانة معداتهم هذول لسه ما لنا معطيهم اماكن، رح نعطيهم اماكن بالمستقبل. هذا هو زعيم الثورة اللي هو كرومبل رامز. نجي على المملكة اللي هو هذا الجنرال اللي هن معتدلين المملكة، يعني هن من المملكين بس ما لهم معتمدين كثير، 18 شخص، قوى المملوكية 16، متعصبين المملكة 1. يعني ما لهم كثير مهمين يعني صراحة. الخزينة اللي عندي 49,000، أنا بلشت كان الرقم 50,000. الإيرادات خلال شهر حاليا 6,000، الإيرادات المصروف خلال 12 تنوع 30,000. المهم هي المصاريف بعدين احنا نحكي فيها الميزانية. احنا مش عنا السعادة، ومثل ما هي ايش قلت لك النوم، الأسكان اللي هو النوم راح يكون فيه، والعطلة نهاية الأسبوع، ويعني هي الاستراحة، وبنفس الوقت الشاي. والشاي هو يمثل بالطعام أتوقع، ما بيهمه شيء ثالث أكثر شيء، هذول الثلاثة اللي نركز عليهم. رأيت المتشردين ما شفتهم كتير اهتموا لهذا الموضوع وحكوا له هذا الاشي وما حطت لي انتباه عليه. طبعا هلا نحن معنا التمرد ولا عنا التمادي بالتمرد، وطبعا هي في عندك تمرد وفي عندك في بالمستقبل رح نحكي عن شيء تاني اللي هو اسمه التمدد، او انه يبلش احتمال انه تيجي علي دولة تانية تحتني، فيبلش في مثل تآمر علي، فلازم انا يكون جاهز لهذا التآمر. ممكن يقطعوا علاقاتهم الدبلوماسية معي، ممكن يقطعوا اقتصاديا، وهي اكثر شيء من المعارك بتكون، خصوصا نحن في زمن هذا ما عاد في جيوش تتحارب، صار اكثر شيء يتحاربوا بشكل اقتصادي، فهذا الاشي جدا مهم لازم احنا نكون منتبهين عليه. كل هذا رح نستمر باللعب عليه ورح نحكي عنه بشكل مفصل اكثر. رح اوقف هذا الفيديو لهذا القدر لانه ما رح احكي اكثر من هيك، يعني لسه عنا 7 أعوام من الحكم بتكفينا لحتى نظهر مدى ديمقراطيتنا ودكتوريتنا والارستقراطية تبعيتي على هاي المملكة الصغيرة اللي انا املكها صراحة. وشكرا لكم عم تتابعوا لهي الثانية، وشكرا لكم صوتوا لهون، وخلال هاي الكم سنة بما ينبنها الكم شغلة رح اطلب منكم كم طلب، ارجو انه يكون يعني ما تكون ثقال عليكم انكم تعملوا اشتراك وتعملوا لايك، وحملوا انه نحاول نوصل للعشر تلاف خلال اسبوعين او ثلاثة، طبعا رقم شوي كبير بس يعني نحاول انه ان شاء الله نوصل الرقم هذا. يعني بجد حلم اني اوصل 10,000، لانه وتوصل 10,000 يعني اكيد رح اكون سعيد، وما تخيلوا انتم مدى سعادتي لما نوصل 10,000 شخص. ولا تنسونا بدعائكم وبهذا الشهر الفضيل، وصلوا على النبي، اللهم صل على النبي. امر مربك، يا للمأساة، يا للبحر المالح القاسي، انها تحرق رئتي بينولتيم الشاب، والامر غير صار ابدا. لكن بفضلك تم انقاذ من خرب القدر، وانت قائد عظيم. اذا كنت كذلك فيشرفني ان اتعهد بدعمك الدائم لك ولنظامك ولخزانتك. انا بنفسي المساعد الاكثر تميزا لاي قائد. مثل هذا المساعد تبعي. الفرحة بالعودة الى جزيرة بها مبان من الطوب وبها نظام مياه داخلي، كما ان بها من تتحدث معه غير جوز الهند. طبعا هون هلا بيطلب مني طلبات، هي راح اعملها الفيديو الجاي ان شاء الله، ما راح اكمل عن هذا الاشي، بدي اوقف هون. انا مستوب حواجي، يعطيني اوامر، يعطيني اشياء. بس ومثل ما قلت لكم اهم شيء لايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم فيديو جديد وحلقه جديده ان شاء الله. ما بعرف امتى رح انزل لكم حلقه جديده، فانا برايي تنزلوا تحت بالتعليقات وتكتبوا لي هي لانه هي لعبه محاكي، تكتبوا لي بالتعليقات انا يوم مناسب لكم رح انزل لكم هي بشكل اسبوعي. يعني هي اللعبه بس خلص نص اولا، ثانيا تكتبوا لي بالتعليقات الساعه المناسبه
ثانيا تكتبوا لي المدة، يعني هذا الفيديو تقريبا اتوقع راح يطلع عندكم شيء بال 20 دقيقة، اتوقع راح يكون الفيديوهات طويل، فإذا كان مناسب ولا مو مناسب تكتبوا لي تحت بالتعليقات. بس تكون وصلنا لهون نهاية الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استنونا كل يوم فيديو جديد بحلقة جديدة مثل كل يوم، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.